وانت ترد على الموبايل على التليفون واحنا جالسين وانت تدير جلسه رسميه للبرلمان. احنا ننتقد النواب اللي شايلين تليفوناتهم امام الكاميرات، واذا برئيس البرلمان هو يحمل التليفون ويرد. اعرف انه التليفون كان مهما، لكن كان المفروض ان تقوم من مقامك وترد ثم تعود الى الجلسه. نقطه نظام صحيحه، ولاعلامكم الاتصال كان مع رئيس الجمهوريه بناء على قرار الآن اتخذناه بضرورة أن يأتي إلى مجلس النواب لغرض التداول معه بشأن بعض المسائل المهمة والملحة، وحصل هذا الاتصال معه، وسيكون لقاء مع رئيس الجمهورية الساعة 1 بناء على طلب السادة أعضاء مجلس النواب، وكان عملي متعلق بصميم جدول الأعمال والفقرة التي اتخذت بذلك. شكرا لك.